أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم يا قوي يا عزيز يا رؤوف يا رحيم، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم يا حي يا قيوم يا ودود يا بصير يا سميع، نسألك أن تطهر بالتوبة النصوح فساد قلوبنا وأن تجمع قلوبنا على خشيتك وأن تهدينا إلى أقرب الطرق إليك وتهب لنا في هذه الساعة المباركة من مواهبك الجسام ما يكون سببا لنا إلى حلول دار السلام. اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، وأتصلح ولاة المسلمين وتوفقهم للعدل في رعاياهم.
والإحسان إليهم والاعتناء بمصالحهم وأن تحببهم إلى الرعية وتحبب الرعية إليهم وأن توفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك قويم إنك ولي الهداية والتوفيق. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين وترخص أسعارهم وتؤمنهم في أوطانهم وتقضي ديونهم وتعافي مرضاهم وتشفي صدورهم وتفك أسراهم وتذهب غيظ قلوبهم وتؤلف بينهم وتجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وتثبتهم على ملة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعلهم آمنين بالمعروف فاعلين له ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك قائمين على طاعتك متناصحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها الشفيع المشفع يوم تراكم الأهوال والحسرات يا سيدنا محمد. السلام عليك يا من نسجت عليه العنكبوت وظل له الغمام يا
لنا أحمد. السلام عليك يا حامل لواء الحمد، يا سيدنا محمد. يا عباد الله قوموا لا تنموا، هذا وقت الخير قوموا تغنموا. يا عباد الله قوموا لا تنموا، هذا وقت الخير قوموا تغنموا. يا عباد الله قوموا لا تنموا، هذا وقت الخير قوموا تغنموا. أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ. أقيم مقاما لم يقم فيه مرسلون، وأمست له حجب جلالتي تطوأ. إلى العرش والكرسي أحمد قدنا، ونورهما من نوره يتلألأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المخلوقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحيم يا رحمن،
إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فهذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم اجعل اجتماعنا في مساجدك في هذا الشهر المبارك وفي سائر الأيام اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ونشهدك وكفى بك شهيدا أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك ونشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك فاغفر لنا ذنوبنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
إنك أنت غفور رحيم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كان الوفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم اجعل شهرنا هذا شاهدا لنا بأداء فروضك ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضيك. اللهم ألهمنا الشكر على صيام الأيام الماضية وأعد لنا رمضان أعواما متتابعة وارزقنا الهداية والتوفيق في الدار الفانية وارفع منازلنا في جنة العالية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا من فاح عفوه الطيب في أرجاء الملك والملكوت يا سيدنا محمد. السلام عليك يا صاحب الوسائل المقبولة يا سيدنا أحمد. السلام عليك يا صاحب الدعوات المستجابة خاتم الأنبياء
أكمل المخلوقات. يا سيدنا محمد، يا عباد الله قوموا لا تنموا، هذا وقت خير قوموا تغلبوا. يا عباد الله قوموا لا تنموا، هذا وقت خير قوموا تغنموا. يا عباد الله قوموا لا تنموا، هذا وقت خير قوموا تغنموا. صلاتك ربي والسلام على النبي صلاة وتسليما بها نتمتع. عليكم بشكر الله يا خير أمتي، نبيكم أعلى نبي وأرفع، علي على فوق العلا يطلب العلا، فأمس بوحي الله سيرا يمتعون.